طيب وميت طيب، انا شو ذنبي كل ساعة بتبعت للبوليسي. يوم غنت فيروز يا رئيس البلدية عام 1973 لم يكن الريس كما هو اليوم، كان مصلحا يجمع الناس ويقربهم ويهتم بالشؤون المحلية قدر المستطاع. الصورة اختلفت وبات لرئيس البلدية مهام وصلاحيات واسعة، وبات طرح السؤال الآتي ملحا: ما هو المستوى العلمي المطلوب للترشح للانتخابات البلدية؟ أقل شيء مهندس. أقل شيء مهندس، هيك بتظن أنت؟ أكيد. ما بتعرف بحسب القانون شو؟ لا حسب القانون لا، على القليل يعرف يقرا ويكتب. وين فينا نوقف هون؟ معه شهادة جامعة. هيك انت برأيك او بتعرفي بالقانون؟ لا المفروض، ما بعرف. مثل ما كل شروط الترشح لأي موقع تمثيلي يلم القراءة بالقراءة والكتابة. هلا في نظريتين بهذا الموضوع، في ناس بيقولوا لك الناخب عندما يختار شخص ما بيختاروا لشهاداته الجامعية، بيختاروا لأنه بده إياه أو ما بده إياه، وديمقراطياً لازم تقبل بهيدي المعادلة. في ناس كمان بيقولوا لك انه طيب ما عم تفرضوا على مجلس نواب يلي هو مشرع، بدك تفرضوا على مجالس بلدية. وفي رأي ثالث انا تبنيته بمشروع قانون قدمته بوقتها، انه لا ما فينا الناس اللي عم تتولى مسؤولية بده يكون عندها حد ادنى. كثر هم رؤساء البلديات شبه الأميين رغم أن بعضهم حقق إنجازات، والمعلومات تشير إلى أن نسبة الذين لا يحملون الشهادات من بين المرشحين للانتخابات الفرعية يوم الأحد كبيرة. إذا بدنا نروح على لمركزية إدارية حقيقية، لازم نعطي المجالس المحلية اللي اليوم هي بس بلديات واتحادات بلدية، بدنا نعطيهم قدرات عالية لإدارة شؤون عامة. عضو مجلس بلدي مش بالضرورة يكون عنده شهادات، بس رئيس بلدية مطلوب منه يمضي مراسلات وقرارات ورخص وغيره، ويمارس هالكم الهائل من الصلاحيات اللي عطيها القانون. على الأقل رئيس البلدية أن تفرض عليه حد أدنى من الشهادات. لا من باب التشهير ولا بهدف السخرية نطرح هذا الموضوع على طاولة البحث. الغاية واضحة وبسيطة، المستوى العلمي له تأثيراته على العمل البلدي، فلماذا لم يعالج القانون هذه الثغرة بعد، خصوصا في ظل الدعوات المستمرة إلى تطبيق اللامركزية الإدارية؟ جوني تانيوس، MTV.